بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية تحية نضالية، تحية المجد والخلود لشهدائنا الأبرار وعلى رأسهم فجر ثورة 20 مايو الخالدة. إحنا اليوم في هذا اليوم المتحدثة بعد سلطان خية من داخل منزل عائلته اللي هو محاصرة 470 يوم، اللي هو اليوم الثلاثة، اليوم أربعة عفوا، اليوم أربعة في شهر 3 2022، اللي يعني أنه اليوم 470 يوم من الحصار ومن القمع ومن التعذيب ومن التنكيل اللي مارس علينا جلات الاحتلال المغربي، واللي الحقيقة فكرنا خبث هذا المحتل المغربي اللي عاد حاجله عنه هذا يدور يثبت للشعب المغربي خزو والركذب، هو ما بيعزة الشعب المغربي. يقر قالت الشعب المغربي، نبعث أنا بعد رسالة للشعب المغربي أن نحن وانت سياني، لا انت نظامك ذاك هو ونحن نظام محتل أرضنا، وعالتك لا تعود بكرامتك صاحب تعيش عيشتك، نتمنى لك العيشة كريمة، ما تعيش بالذل ولا تعيش بحب اليدين وقلب الحصارة. هذا هو اللي يعني عنه، وما نحن الصحراويين قطعا عن ما شاد علينا مسرحيته ولا تباندي اللي يتباند على العالم. هذا منه اللي يجد عليه اليوم كذب الاحتلال المغربي طيلة 470 يوم من الحصار ومن القمع ومن عدم الضوء ومن عدم الماء ومن عدم ذكام. هذا منه دين يجد عليه. نحن يوميا الحمد لله لايفاتنا، يوميا معركتنا متواصلة، يوميا أمورنا حامدين مولانا ما نجاح دينها ونوثقوها ونوثقهم اللي انتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان اللي 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 مارس علينا احتلال المغربي، مارس علينا عصابة السادس. هذا ما ولأن خايفين، وهذا قايلين وبكل قوة وبكل تحدي، رقمن إن وعذبنا، رقمن إن اقتصبنا، رقمن إن نقتلنا، رقمن إن نقحنا، رقمن إن كبت علينا المواد السامة ما بالعشرات من المرات، رقمن إن اقتحموا منزل عائلتنا في فجر الليل نص الليل، يجونا مقنعين مجموعة شينا تلفخ وتبط وتعذب وتقتل، حتى منزل كامل دمرته، حتى منزل قفلته من جميع الأبواب، ما سلكت دفت اسطاح اللي نطلعوا له شو ساحة الشرف اللي مسودينها رعا هذه، بعد ما يقدوا يقلعوا تسوديها ما يقدوا يطلعوا بها، ما نعرفوا لهم شي صيقدوا لا يجوا هما خابثين، وذي الدار من فوق كامل وكل ما تنعرفنا لهم شي صيق ذاك الصرا وشي ثاني مسودية، ونحنا تي معدلات نفق نطلعوا منه ونشاركوا ونرفع علام الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية أعلى جيز الصحة حق المحرر من منزل عائلة الخي، منزل عائلة الخي المحرر، وترتفع أعلام الجمهورية ويخبطوا بالمناشر وبالشعارات الوطنية وبلايف قطعا أنا تشاهد وتلحق الملايين من العالم يشاهدوا. هذا ما هو لي ردنا، وهذا ما هو لي اثنين نقول لكم رسالتنا في الأخير لكل المتضامنين وكل أحرار العالم والضمائر الحية عن عائلة الخي، أراهي ما هي راجعة، راهي عائلة الخية معركة لها ما زالت فيها، ما فتنا حققنا ذولا يحجلوا معنا الضوء عندنا طيصة، هذا رانا اللي نعتوا ونعتوا ألا حقائقهم للعالم، نعتوا حقائقهم للعالم، أما نحن كذيبهم جاد علينا، وما نحن عارفين الاحتلال المغربي وعارفين تباندي هو ما هو خبير، ما هو في الخبث وفي الكذيب، في الخبث والكذيب، في الخبث والكذيب خبير فيه. يا قيرة رانا نقولوا للعالم كامل بأسره عنه، قالوا مثل الصحراوي اللي متغطي بالأيام عريان وكذيب كامل، نحن ما نلي نستر عليه نيتم ولا يشعيدن نيتم ونعتو، نحن الضوء بلا قاية فيه، نحن كعائلة ضر قاعدين منزلنا بقينا لا ضو الكرامة وضو الإرادة وضو الدفاع عن الوطن، وهذا هو المهم عندنا، هو الأساسي عندنا، لا يحسن لو حد عنا ضريك نصوروهم نصوروا مقيانة الضو ونصوروا ضو عنا بينا فرحة أمان الله، أمان الله ما نفرحان به. يقير ندوروا نبينوا للناس على الاحتلال المغربي راه ما هو على أساس وراه ما هو على حق، راه ولا الوقت اللي بغى يعدل الرواية عدل، والوقت اللي بغى انت قاع سرقتها ومشيت بيها
الفجر ومصورينك وذا كامل عندنا، واليوم ما جايبهم اللي الفجر اصحاب الضوء نافت ارتفدت من عندهم مقانه، ولا فات انشرت من عندهم مقانه، هاي المقانه جايبينها هم جديده وشارينها جديده. ثانيا اصحاب الضوء كيف انهم ضريك مع التسعة والنص يطرحوا لهم طالب عنه ما نعرفوا ذاك الطالب شكون معدله، ودايرين هما جابتوا البوليس وطرحته وطلعوه للمدير، ولافت نعرفنا ذا الطالب هو شنو هو شكون معدله، مزورينه على حد من العائله مزورينه معدلين هما شو ذيك الطباندي، وحد يجي مكتب الضوء جايب له عنه راني ما ندير لك الطالب ندور الضوء يرجع لنا عائلة تطالب وتناشد عنها دور الضوء، نعلة الله عليكم ولا يوم الدين. العائلة رعاها قاعدة وتتحدث ودارت لايف لحظتهم منين قاموا ماشيين بنا ما فطنا دين قدر ضوء ونحن مرقدين على راسنا وقمنا نجعوا، وذي كامل يعني رانا نطالبوا ونقولوا للعالم عن لا يجد عليهم تباندي الاحتلال المغربي، لا يجد عليهم كذيبه ولا يجد عليهم مؤامراتهم اللي يعدلوا، وهذه ما هي اول كذبه وهاي ما هي اخر الكذبه، وهذا اللي يتم لا بذي هي، وما دام الاحتلال المغربي في هذا الوطن ارانا لا ينتموا الا بلا ضوء ولا ينتموا بلا كرامه ولا ينتموا بلا ماء ولا ينتموا بلا شيء ما دام هو محتل هذا، ولا ينتموا نبططوا ولا ينتموا نغتصبوا ولا ينتموا نسجنوا ولا ينتموا نقتلوا. يا غير الاساس من ذا كامل عنا نقولوا عن الاحتلال المغربي نين ما يبقى منه انسان ولا بشر في هذا الارض ولا هذه الوطن اراه ذاك تسوي نقول انا عن حدا الصحراويين اللي يستقروا حدا الصحراويين اللي يعيشوا كيف الناس كامله وكيف العالم كامل بكرامته وبضوء، غير ما دام الاحتلال المغربي محتل هذا الوطن اراه نقول لكم انا، ونحن المعاناه اللي انا يتم مستمرين فيه والتعذيب اللي يتم ولا مستمرين فيه والبطل يتم ولا مستمرين فيه ما دام الاحتلال المغربي مغتصب الوطن. هذا هو رسالتي في الاخير، الثبات والصمود هما اساس كل شيء، والحق صاحب الحق يتم لا صاحب حق، والحق يعلى ولا يعلى عليه، وقطعا عن الشعب الصحراوي كامل حامدين مولانا، ما نحتاج نوصوه على الوحده ولا نحتاج نوصوه على التشبث والثبات وينزعوا الذل به اللي هذا كامل بحقه اليوم تياه اللي أصبر نحناتي وبلا جميلنا ولا فتنا قدمنا قاع الوطن اللي لاهي نقدوا نحناتي نعودوا نفتخروا به والله يفتخر به حد ثاني بداي نحن نفتخروا قدامنا نموتوا شهادة من أجل هذا الوطن. نحييكم وتحية نضالية لكم وكل الوطن أو الشهادة.